يعني فهمت المخدرات لا تتفهم، لابد المخدرات الأضرار. أول ما تضر به هو تشتيت العقل، هو تخدير العقل، ثم التبذير بالاحتساب، ثم الشلل. المخدرات يعني يوم أتينا لنعرف المخدرات، كل ما يخدر النفس والعقل والجسم والإحساس فهذا مخدر. صابر اللي حتى بعد أصبح من أهل المحل يعني راح دار وعد عارف براسه وعارف وجه دراسه وجه نوم في اللي مباشرة يتحقق بيضربه راح عندك أهل المحل مش شايفه بدرس في الدنيا تفاعل لاحظوا اللي راح دوني ازاي اللي عنده دور في هذا الجانب التبعوي سخاته دولة من أجل محاربة الأخ لأنه خبر تحكي جدا من اسمه في الجهة بين يكون اسمه في هذا لأن أنا عدت بداها عدت الله راح في اسمي ربما راح في ذاته مش فاكرها لأكيد راح يحيي لأكيد راح يحيي لأكيد راح يحيي لكن ربما راح في الدار ما نشتك عليها لو أقول عليكم في المجال لأهل الاختصاص وما راح يدخل إن شاء الله من هذه المداخلات حاول تستفيدوا وهم حتى بعد يفتح نقاشكم إن شاء الله والسلام عليكم. المتاجرين بالمخدرات ضروري للقضاء على ظاهرة استفحال استهلاكها بين الشباب. والجزائريين حابين يحطموا عقولنا. لهذا الجماعة راه شيء خطير ماهوش شيء تاع شعارات ولقاءات وصور وقال لنا درنا وقال لا. هذا هو الجهاد الأكبر. ما هو الجهاد الأكبر؟ قال الجهاد النفس. أن النفس الأمارة بالسوء والنواب. ليس المشاكل الاجتماعية أو البطالة أو الإخفاق بالدراسة أو الإخفاق بالتوظيف هو السبب يخليك أنك تتعاطى المخدرات. إلى قلوبكم وإلى عقولكم أنتم بخطر والأجيال القادمة أنتم مسؤولون عليها. نحن ردينا ما عليه ربما لم يعني الشيء الملموس ولكن لا يجب ان تتضافر الجهود وتتضامن. نحن نريد جدنا في مقاله كبيره لا داعي لذكرها ولكن من القلب الى القلب. احنا رانا في خطر. الصاروخ اللي راكم تشوفوا فيه هذا راه يدخل المصانع نتاعو الاجنبيه في افريقيا وحاب يدخلوه لعنه لعنتنا باش يحطموا الشباب نتاعنا يعود اللاوعي واللي يجي يلعب به باش تهدموا هذا الوطن اللي بناوه هويات وجدود. الدار مع الجيش اللي محبط عليك. نحكوا صراحة جماعة باش تدخلوا حقيقة لازم تصرفوا ذات قلوبكم. بلغ بس اعرف لما تتبلغ. الحمد لله اللي جاب. عندنا سيدي أئمة ما تعرفش روح الإيمان. قال الشيخ البصري الفلانية فيها فلان فلان وفلان راهم يديروا ثلاث بار سبوع يبلغ. ما تجيش من عندك انت تخاف تبعوك ولا يطلبوا منك. ولكن حتى لو طلبوا منك راه الدليل على الخير الدفاعي حتى تموت بالشهيد راه مش تمييز به دون ولا غدوه. الامن والحمايه عبر الطرقات مثلث بولايه المغير والجمعيه الوطنيه لحمايه المستهلك كما اتوجه بالشكر ايضا بعد شكر الله جل وعلا السيد محافظ الشرطه الذي حضر لتنشيط هذه الندوة الطيبة المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطرح فيها النفع والبركة وأن يجعل فيها العظة لنا ولكم جميعا. كثير ممن يتعاطى المخدرات فسدت عقولهم، فسدت أبدانهم، تبدلوا بعد الصحة سقما، بعد العافية ابتلاء. وبعد العقل جنونا وذهاب للعقل والعياذ بالله تبارك وتعالى هذه الدنيا وفي الآخرة عذاب الله سبحانه وتعالى أشد وأبقى فلا يتهاون. أقول أقبح من الشاب الذي يتعاطى المخدرات الفتاة التي تتعاطى المخدرات أو المسكرة لأن الفتاة مبنى أمرها على الحياة ومتركب أمرها على الحياة والمخدرات هذه والخمور هذه مصادمة للحياة وتقلع الحياة. ذهاب الحياء في الشاب أمر عظيم، ذهابه في الفتاة أمر أعظم وأخطر. لذلك
أنا أوصيكم يا إخواني الطلبة ويا أخواتي ويا أبنائي ويا بناتي، اتقوا الله سبحانه وتعالى بأنفسكم، إن أو بأنفسكم عن هذه الآفة المدمرة، إن أو بأنفسكم عن هذا الخطر العظيم الذي يقتل فيكم الرجولة ويقتل فيكم في كل الأنوثة ويقتل فيكم الإيمان. الشباب تاعنا اللي هما دائما عرضه لهذا الخطر ولهذه الآفة. اثنين، شوفوا باللي حجم المآسي اللي تسبب هذه المخدرات، شوفوا حجم المآسي. اولا دائما جرائم تاع المخدرات تتبعها دائما جرائم السرقات، جرائم الاعتداء على الاصول، جرائم سب الاصول، جرائم الخطف، الاعتداءات، كل جرائم السمو راهو ولا كيما نقولوا ما يستثنيش. كنا في السابق نقولوا باللي ذكور فقط، ولكن راهي كيما نقولوا سي بون، ما بقاش دوك لا كونسوماسيون تاع هذه الافه، والاحصائيات هي اللي راهي تتحدث على هذا الشيء. وسي بور سا اللي رانا نقوموا بهذه اللقاءات وهذه المداخلات وهذه الندوات. الهدف من الجمعيه والهدف منا والهدف من الامام الحضور هنا، شوفوا برك هنا في المحاضره شحال كاين، كاين واحد 120 طالب وطالبه، 130 طالب وطالبه. حنا نستهدفوا 120 و130 طالب وطالبه، ولكن هذ 120 و130 طالب وطالبه عندهم الاولياء تاعهم، عندهم الاخوات تاعهم، عندهم جيرانهم، عندهم اخوانهم شافوا باللي عنده تصرفات غريبه داريهم، شافوا باللي عندهم خوهم صغير راهو يتصرف تصرف غير عادي، شافوا باللي اختهم الصغيره راهي تتصرف تصرف غير عادي. دونك هذا من احنا الهدف من هذه المداخلات، ماشي باش نجيو نديروا القاء مثلا محاضرات اكاديميه، نبدا ندير لك تعريف المخدرات، انواع المخدرات، نبدا ندخل في قانون العقوبات، ونبدا نلي عليكم الاجراءات. دونك احنا ما جيناش هنايا باش نتحدثوا في هذا الامر، احنا جينا هنا باش نوعي ونحسوا، نحسوكم انتم بدرجه اولى، باعتباركم كما سبق وذكر الامام القدير راكم نخبه في المجتمع، وحنا نستهدفوا نخبة المجتمع باش تساعد الدولة الجزائرية وتساعد السلطات المدنية وتساعد السلطات الأمنية من أجل محاربة هذه الآفة، لأن محاربة هذه الآفة لا يقتصر على السلطات الأمنية فقط. ما تحدثوش على نشاطات المديرية العامة الوطنية ولا نشاطات مصالح الدرك الوطني على المستوى الوطني، نحكيو على الحاجة اللي رانا تضرنا هنا على مستوى المنطقة تاعنا. ما تقولوش بلي المغير راهي ولايه كيما الولايات التابعه للقطب الجزائري، راهي هي حتى هي وعندنا احصائيات بلي راهي حتى هي ولايه مستهدفه، حتى ولادنا راهم مستهدفين، حتى اخواننا والتلاميذ في المتوسطات والحقنه، حتى التلاميذ على مستوى المدارس الابتدائيه راهم غير منأى من هذا الخطر، هذا راه خطر كبير. أجمع دونك كل واحد ياخذ نوع كما نقولوا شويه من المسؤوليه، ما يقولش انا خطيب. اي واحد من الطلبه، اي واحد من الطالبات، اي واحد فرد من هذا المجتمع ما يقولش انا اللي خاطئ، لان هذا الافه راهي تمسنا كامل. كيفاش تمسنا؟ من بالك ما عندوش في عائلته لي كونسومي، صحابي يكون بيان طاف، ولكن يا جماعه ديروا مليح في بالكم باللي ماشي لازم تقيس المخدرات باش نقول باللي راني، انا قلت التبعات تاع القضايا. التبعات تاعها راهي تقيسك. غدوه يتعرض المنزل تاعك للسرقه. شكون اللي سرقوا؟ سرقوا زوج شباب شربوا هذا المخدر. كي يشرب المخدر تروح تخوف هذاك يولي يدخل لك للدار، يدخل بسيف، يدخل حتى يعتدي عليك ويسرقك وامور وحده اخرى. دونك يا جماعه سي بور سا اللي باش ما نطيرش بزاف، نعرفكم بعض النشاطات مصالح النوية الغير منذ وضعها حيز الخدمة بصفة مختصرة. القضية هذه باش تعرفوا، هاي امرأة تقوم بتهريب المخدرات، بارون من ورائها بارونات، هذه في المغير تشد في المغير 4000 كبسولة، بالك شفتوها كيف كيف 4170، هاي امرأة تقوم بتهريب. سبعة آلاف ومئتين أو تشوف فيه شاب، تسعة وعشرين ألف بلا 36 ألف كومبريمي. من ولاية المغيرة هي تخدم
هذه حاصله تاع عامر وهذو بعض المقاطع ما تحبش نتفرج عليكم اسكو هذا يكفي سنا سيمون المصالح الامنيه تخدم تخرجوا برا في الشارع ما تلقى حتى واحد يبيع تخرج برا ما تلقى حتى واحد كونسوم وهذا هو الشيء اللي جاي على جال اجمع اليد وحده ما تصفرش كما نقولوا انا جيت من هنا باش نهضروا بالدرجه نهضروا ككلام اخوي اليد وحده جمعيه ما تصفرش المصالح الامنيه وحدهم في الميدان ما يقدروا يديروا والو بلا ما يكونوا عندهم عينين تاع ناس اخرى تخاف على البلاد تخاف على العائله تاعها تخاف على روحها كما سبق وقال لك ثقافه التبليغ ثقافه التبليغ المفروض واحد اللي عنده جاره يبيع في المخابرات المفروض يبلغ عليه اذا ما بلغش عليه وشافه بعينه يتحاسب غير مش يتحاسب في الدنيا هو الامام يشاركني في هذا الشيء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر النهي عن المنكر يقدر يكون في يدك اذا ما قدرتش بلسانك اذا ما قدرتش بنيتك انا نضمن لكم حاجه برا عندكم لاباج تاع شرطه المغرب تقدروا تدخلوا في البريفي وتخاطبوني انا هو اللي قاعد نمشي في لاباج عندكم معلومات عندكم اسامي عندكم اشخاص في العائله عندكم اشخاص جيرانكم يقوموا بالترويج ويسموا اخواننا ويسموا اولادنا ويروجوا في هذا الاخر ما عليكم الا التبرير يعني تفاداها واستلم وابعد عنها كما قال الحلال بين والحرام بين اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظنا بحفظك اللهم احفظ ابناءنا وابناء المسلمين احفظ ذرياتنا وذريات المسلمين اللهم يا ربي اشفي وعافي مرضانا ومرضى المسلمين اللهم من اراد في بلادنا وبلاد المسلمين خيرا فهو الكف لكل خير ومن اراد بهم غير ذلك فاكفنا اللهم شره وخذ اخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما انتر نيوز تفاصيل الخبر.